سر تواجد مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم في تركيا. تأسست الدولة العثمانية بتاريخ 27 من تموز يوليو عام 2299 على أعقاب الدولة السلجوقية في بلاد الأناضول. في بادئ الأمر قام أرطغرل والد عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية بتولي زعامة عشيرة كاي التركية، وحاول تمديد منطقة سيطرتها، ففتح عدة مناطق محيطة بها. وبعد أرطغرل تولى الزعامة ابنه عثمان، وسعى عثمان أيضا للسير على نهج والده لتوسيع رقعة دولتهم والسيطرة على مساحة واسعة من الأناضول، وأصبحت تنسب المساحة التي سيطر عليها في الأناضول لاسمه. الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. بعد قدوم أورخان غازي على رأس الحكم بعد والده عثمان غازي عام 1324، سعى إلى زيادة مساحة دولة أبيه وحاول تأسيس الدولة العثمانية بشكل رسمي، فاتخذ من مدينة بورصة التركية عاصمة رسمية للدولة العثمانية. ومن بعد هذا التحرك السياسي أصبح للدولة العثمانية عاصمة رسمية منها تنطلق الجيوش والأعمال السياسية والدبلوماسية والتجارية والاقتصادية. وهكذا استمرت الدولة العثمانية في عمليات التوسع والفتوحات الإسلامية إلى أن تولى مقاليد الحكم في الدولة العثمانية السلطان التاسع سليم الأول عام 1512. عندما تولى السلطان سليم الأول للحكم كان تهديد برتغالي، والحرب البرتغالية ضد منطقة الخليج العربي شديدة الوطيس، وكان قائد حملة البرتغالية يطلق عليه بوكيرك. بوكيرك كان عازم ومصر على فتح بلاد الخليج العربي وبالتحديد بلاد الحجاز لهدم الكعبة والاستيلاء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومقتنياته وإلقائها في البحر. كانت المماليك تحارب ضد بوكيرك بحفاوة وبسالة، وطلبت المماليك السلطان العثماني بيزيد الثاني والد سليم الأول بالمساعدة ومد يد العون لهم، فأرسل لهم أسطولا بحريا وبعضا من مستلزمات الحرب. ولكن بوكيرك علم بتلك المساعدة واستولى على قسم كبير منها ببراعاته البحرية قبل وصولها للمماليك، ولكن هذه الكميات القليلة من المساعدات العسكرية التي وصلت المماليك كانت كفيلة في الأخذ بيدهم لصد بوكيرك عن أهدافه عام 1413. وعندما تولى سليم الأول مقاليد الحكم كان يواجه الخطر الصفوي بقيادة الشاه إسماعيل، وأتته معلومات استخباراتية بأن الشاه إسماعيل يسعى للتحالف مع بوكيرك للسيطرة على الخليج العربي والشام ومصر للقضاء على المماليك والحلول محلهم، وإن لم يستطع التحالف مع البرتغاليين سيتحالف مع المماليك للقضاء على الدولة العثمانية والسيطرة على مناطق نفوذها. لكن هذا لم يحدث، وذلك لموت بوكيرك عام 1515 ورجوع جيوشه إلى حيثما أتت، وكما أن السلطان سليم لم يدع فرصة للشاه إسماعيل للتحالف مع المماليك. على الرغم من عدم تحقيق بوكيرك لأهدافه، وسواء كان الشاه إسماعيل يعلم بالأهداف الحقيقية لحملة بوكيرك أم لم يكن يعلم، خاف السلطان سليم من تكرار هذه الحادثة، حادثة سيطرة الغرب على بلاد الحجاز والاستيلاء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقرر عام 1515 فتح الشام ومصر وإخضاعهم لسيطرته، وبعد ذلك السيطرة على بلاد الحجاز لوضعها تحت حمايته وصد الشاه إسماعيل من السيطرة عليها بشكل مباشر. وبالفعل استطاع سليم الأول فتح الشام عام 1515
من خلال معركة الريدانية، وفي عام 1916 فتح مصر من خلال معركة مرج ضابق واقع على المماليك، ولكن تحت سلطته وسلطة أوليائه الذي ولاهم كسلطة عليا في مصر والشام. وبعد ذلك انطلق إلى بلاد الحجاز، وهناك وفر أفرادا خاصين بحماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا تتعرض مقتنياته للسرقة أو الاستيلاء من قبل أعداء الإسلام، أمر بنقلها إلى القصر العالي في اسطنبول. كما أن السلطان عبد المجيد الثاني الذي لقب بخادم الحرمين أعاد تقوية حماية قبر النبي، وأعاد ترميم الآبار والخانات المحيطة به، ونقل بعضا من مقتنياته الأخرى لإسطنبول حتى تحفظ من العبث والاستيلاء، خاصة بعد تهديدات الحروب الأوروبية. وكما أمر وحد الدين آخر السلاطين العثمانية بنقل جميع ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من مقتنيات لحمايتها من الاستيلاء، وذلك في السنة الأولى للحرب العالمية الأولى أي عام 1914. هذه هي الحوادث التي شكلت سر وجود مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم في تركيا وفي اسطنبول بالتحديد. وبالرجوع إلى سليم الأول الذي حاول القضاء على الدولة الصفوية بعد معركة تشالديران عام 1516، ولكن لم يستطع القضاء عليها، وذلك بسبب الدعم الضخم المقدم من الغرب وخاصة فيينا، وباستثناء فرنسا، حيث إن الغرب كان يرى في الدولة الصفوية الأمل الوحيد لتفتيت صفوف المسلمين والقضاء على الدولة العثمانية. واستمرت حرب الاستنزاف بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية إلى عام 1736، حيث تولى بعد ذلك الأقشريين، وبعد حرب داخلية دموية استولى القاجاريين على الحكم عام 1796، وكانوا أكثر علمانية من الدولة الصفوية وأوقفوا الحرب مع الدولة العثمانية. بعض مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في تركيا والتي يمكن زيارتها في قصر الباب العالي في اسطنبول. عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وعصاته التي كان يتكئ عليها في آخر فترات حياته. نعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصخرة التي تحتوي على آثار رجل النبي صلى الله عليه وسلم، والتي وقف عليها عندما أراد الإعراج إلى السماوات العليا في ليلة الإسراء والمعراج. مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله لملك الروم. البساط الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه بعد فتح خيبر. سيف وغمد النبي صلى الله عليه وسلم. كما يوجد ثوب سيدتنا فاطمة بجانب مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم. الختم الشريف الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. معطف النبي صلى الله عليه وسلم. كما يوجد سيف علي رضي الله عنه ضمن هذه المقتنيات التي هي عديدة وكثيرة، ولكن نحن حاولنا إيجاز بعضها، والبعض الآخر يمكن اكتشافه ورؤيته من خلال زيارتكم للقصر العالي في اسطنبول. إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب للفيديو
والاشتراك بقناتنا فكرة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.